ياسر اشتغل في طريق غلط علشان يجيب فلوس وعشان يعيش أمه في طريق في عيشة أحلى يعني، وعشان يبقى زي أصحابه اللي حواليه. في مشهد اللي هو بعد ما شفتها قاعدة مع كريم اللي هو في الحلقة التانية وأنا خارج بكلم أختي، ده مشهد يعني أنا كنت مجهز له من قبلها بكتير قوي يعني. ده يعني المشاركة حلوة طبعا، هو يعني هو لو في شخصية الشخص نفسه، أو لو الأب بيتكلم في حاجة تخص الشخص نفسه ابنه يعني، فهو ممكن يتناقش معاه إن هو لو حاجة هو الولد شايفها مش صح فممكن يتناقش مع والده فيه. أعتقد لأن برضو هو مهما حصل هو هيبقى جزء من الموضوع يعني، هو هيبقى في الحكاية أكيد بأي شكل. فأنا شايف إن هي لأ، لازم الأم برضو تقول لهم بس لو هي هل ينفع ان انا احاسب مامتي؟ بالطريقة بتاعت ياسين. لأ يعني تصرف غلط. اه بالظبط يعني، اه طبعا طريقة ياسين غلط طبعا. في مشهد اللي هو بعد ما شفتها قاعدة مع كريم اللي هو في الحلقة التانية وأنا خارج بكلم أختي، ده مشهد يعني أنا كنت مجهز له من قبلها بكتير قوي يعني، المشهد ده كنت بحبه قوي. في مشهد لسه هيتعرض قريب في حلقة 12 تقريبا، مش هينفع. هقعد استنى الحلقة دي. بالظبط. هو ياسر اشتغل في طريق غلط علشان يجيب فلوس وعشان يعيش أمه في طريق في عيشة أحلى يعني، وعشان يبقى زي أصحابه اللي حواليه. بس أكيد مش مبرر. أنت أول ما أكيد طلعت أكيد كلامك كلام غلط، مش ك... المشكلة أه في الطريقة بتاعت الشغل غلط. أو بالظبط، ده غلط تماما يعني، لازم يكون في فكرة التقبل ده باللي أنت فيه، والحلال والحرام طبعا. فالشغل بتاع ياسر اللي هو كان بيعمله ده حرام طبعا يعني. بصراحة كنت ايه عايزة أتخطى، عايزه تعملي ايه تاني؟ عايزة أخد حقي من كريم. أنا استمتعت معاك جدا، شكرا. ميرسي.